السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في القناة. اليوم ان شاء الله فيديو جديد، نتمنى يلقاكم في احسن الاحوال وبصحة جيدة يا ربي. فيديو سهل وبسيط وفي متناول الجميع، واحد الفكرة اللي سهلة بزاف غتعجبكم ان شاء الله وغتفيدكم. غادي نصايب معكم واحد حامل ديال الحلويات او الفرقة اللي كتجي اكثر من رائعة. بالنسبه للادوات اللي غادي نحتاج في هذا الحامل ديال الحلويات، غادي نحتاج جوج مرايات، عندي وحده كبيره وحده صغيره. بالنسبه للقياسات ديال هذه الكبيره فيها 30 سنتيم، وبالنسبه للمرايه الصغيره فيها 25 سنتيم. وكذلك غادي نحتاج هاد الليديدات هادو ديال البلاكارات اللي كتشوفوا رفيت اللي شاركتهم معكم. انا هادو غادي نديرهم رجيلات ديال هاد الحامل ديال الحلويات. وعندي هنايا هاد الحجيرات هادو اللي كيجيو على هاد الشكل هذا، هادو غتلقاوهم عند الناس اللي كيبيعوا تريات، راه كيبيعوهم بالباكيه. وكذلك غادي نحتاج لهاد الحديده هادي اللي كنهزو بها هاد الحامل ديال الحلويات. بالنسبه لهاد الحديده هادي غادي تلقاوها عند الناس اللي كيبيعوا الاواني ديال الفضه وديال النحاس، انا خديتها من عندهم. ويمكن لكم انكم توصوا الناس اللي كيبيعوا الاواني الى تهرس لهم شي حامل ديال الحلويات كيحتفظوا بهاد الليديدات هادو، يمكن لكم توصوهم يعني تشريوه تاخذوهم من عندهم صافي. وغادي نحتاج هاد مسدس ديال الشمع باش غادي نلصق هاد الرجيلات وهاد الحجيرات، يعني راه ساهل وبسيط. في مباشره غادي ندوز دابا باش غادي نلصق هاد الرجيلات هادو، هما الاولين غادي نلصقهم على المرايه الكبيره اللي غادي تكون عندي من التحت. غادي ندير 4 ديال الرجيلات، كنت غندير غير 3 ولكن قلت نصايب 4 من الاحسن. غادي يجيوني على هذا الشكل هكايا. هنا كما كتشوفوا غادي ندير الكولا بهذه الطريقه هذه صافي. وغادي نلصقهم عملية سهلة وبسيطة، وراه أي واحد يمكن له يصايب هاد الحاملة ديال الحلويات. صافي كنضغط عليهم حتى كيبسوا ليا مزيان كما كتشوفوا، راهم يا يبسوا. دابا غادي ندوز باش غادي نلصق هاد الحجيرات هادو، غادي نزين المرايه بهاد الحجيرات هادو اللي عندي، غادي ندورهم عليها كاملين بهاد الطريقه هادي. كندير غير شويه ديال هاد مسدس ديال الشمع وكنلصق بهاد الطريقه هادي. المهم انتما معايا حتى نساليها كامله وتشوفوا النتيجه، كيجيو زوينين. صافي كنلصقوهم كاملين بهذه الطريقه هذه. كما كتشوفوا كنبقى كنلصقهم بهذه الطريقه هذه حتى غادي نسالي الدوره كامله ديال المرايه.
يعني راه عمليه ساهله، اي واحد راه يمكن له يصايب هاد الحامل ديال الحلويات، فعوض ما تمشيو تشريوه بثمن غالي من الاحسن انكم تصاوبوه بيديكم. المهم هانتوما معايا حتى نسالي هاد الدوره كامله. دابا غادي ندوز باش غادي نصايب المرايه الصغيره، غادي نخلي هذه على جنب حتى نسالي المرايه كذلك الصغيره، غادي نديرها بنفس الطريقه، غادي نلصق لها هاد الحجيرات هادو. غندير الكولا بهاد الطريقه هادي صافي، وغادي نلصق بالنسبه لهاد الحجيرات هادو، راه فيهم الكبار كبر من هكايا، وكذلك فيهم اللي صغر على هادو. انا هادو عندي متوسطين وكاين اللي صغارين كاع في مره، كتاخذوا القياس اللي بغيتو. غادي نكمل بنفس الطريقه تنسالي الدورة ديال المرايه كامله، وبالنسبه للمسدس ديال الشمع باش يلصق لكم مزيان خصو يكون سخون، تخليوه حتى يسخن مزيان عاد تخدموا به.
صافي هنا من بعد ما ساليتهم كيجيو على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا. بالنسبه للمرايا الصغيره حتى هي كتجي على هذا الشكل هذا. ها نتوما صافي هنا غادي ندوز باش غادي نلصقهم بهذا الحامل هذا. كما كتشوفوا راه عنده هذا المسمار ديالو كيعطيوها لكم بالمسمار ديالهم. ها نتوما غادي نلصقها بهذه الطريقه هذه. ندير المسمار من التحت وغادي نلصقها بهذه الطريقه هذه. نتمنى ان يكون الشرح باين لكم. صافي وكنزيرها مزيان بهذه الطريقه وكنجيب كذلك المرايا الثانيه وغادي نلصقها بهذه. كيجي الشكل ديالها رائع وزوين وسهله كتطلع زوينه. يمكن لكم ديروها كذلك حتى حاملات ديال العطور. هانتوما البنات الشكل ديالها كي تيجي كتجي على هذا الشكل هذا. هذا هو الشكل النهائي ديال حامله الحلويات كتجي على هذا الشكل هذا. كيجي الشكل ديالها زوين. يمكن لكم توضعوا فيها تقدموا فيها الحلويات ولا توضعوا فيها العطور ديالكم ولا توضعوها غير ديكور هكايا في الصالون. وكنتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وتبارطاجيوه مع الحباب والعائله والاصدقاء باش تعم الفائده. وكنشكركم بزاف على التعليق ديالكم الزوينه كنشكركم بزاف بزاف. واللي مشتركش في القناه يدخل يشارك بالضغط على زر ابوني وتفعيل الجرس وما تنساو لياش اللايك باش توصلوا دائما بالجديد. ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.